السلام عليكم، كيف الشباب؟ إن شاء الله بخير. فيكم تتابعوا موقعنا عبر جوجل وزير الشوز، بتعملوا سيرج جوجل وزير الشوز بيطلع لكم الخريطة بالعنوان بالضبط. تمام، موقعنا فيه صور، بيطلع لكم اليوتيوب، بتشوفوا الحركة التجارية لأنه موثقة. نحكي عن الشحن وصناعة الأحذية وصناعة الحقائب وتجارة الأحذية وتجارة الحقائب. فيكم تتابعونا حتى تستفادوا منه. انستغرام وزيرة شوز، يوتيوب وزيرة شوز، تليجرام وزيرة شوز، كلهم بيخرجوا، يعني بيطلع لكم هاي المواقع عن طريق جوجل. بس تكتب انت هاي الكلمة وزيرة شوز سيرج، فبيخرج لك اليوتيوب، انستغرام، تليجرام، فيسبوك. بالفيسبوك بتمنى انا تعملوا تعليق ومشاركة ولايك، تحفظوا الصور المطلوبة حتى نستمر معكم. باليوتيوب كمان اشتركوا معنا بالقناة، قرعوا الزر الأحمر وقرعوا الجرس، تمام، سبسكرايب يعني، فولو، لايك، شير. بالتليجرام المراسلة سهلة، والفيسبوك أصعب شوي، الانستغرام صعب كتير المراسلة، بس التليجرام شلون المراسلة فيها؟ بتنقلوا الصورة من القناة حتى الخاص بكل مجموعة وألوانها، أو راسلوني أنتو، سلام عليكم، بدنا نحن جملة 3 كلمات، أنا بنقلكم الصور من القناة حتى الخاص، طبعا بالتليجرام. أو في طريقة بتاخدوا الصور أنتو جنب يعني الكتالوج، بتنقر نقرة صغيرة بيطلع لك حفظ الصور، تبعت لي على الخاص بالتليجرام أو بالواتساب مع الكمية المطلوبة. بس أنا بفضل بالتليجرام لانه اسرع بالمراسله. يعني تصوروا 500 صوره، هن 50 كتالوج، كل 10 10، ارسالهم ما بيتجاوز ال5 دقائق. تمام، بالواتساب صعب، بياخذ وقت طويل. تمام، واذا متابعينا فيسبوك بتمنى انا تحفظوا الصور من الزاويه للصوره، في 3 نقاط، حفظ استوديو، او تحفظ تكبس على الصورة بإصبعتك بيطلع لك كمان حفظ استوديو، تحفظ الصورة تبعت على الواتساب. ما علينا، الانستغرام لقطة شاشة. باليوتيوب إذا شفت فيديو عجبك اسحب الرابط تبعه لأن على الواتساب حتى نعرف شو متابع، حتى نستمر ونتابع لك الأمور تبعك. نحن بنبيع جملة، تمام، من اسطنبول، أحذية، حقائب، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي. يعني شو يعني الدعم اللوجستي؟ بناخذ بياناتك، عنوانك، بنجهز لك شحن ان كان جملة جملة او شحن افراد، يعني الافراد من الكيلو حتى 30 كيلو مع مكاتب شحن دولية، او مكاتب شحن من باب لباب باحجام 50 50 60 عفوا 50 50 80، هذا حجم بحري، او 50 60 90، او 60 60 90، هي احجام الكرتونة، طول وعرض وارتفاع. نقدم لكم النصيحة بس مقابل انكم تشتروا منا، بس على مدار الساعة ما فينا نقدم لكم نصائحنا، انه هون وقت مضغوطين نحن، تمام، نحن نساوي فيديوهات تعليمية حتى تشتروا منا. واللي حابب يراسلنا على التليجرام يعلق باليوتيوب حتى نحن نستمر معكم ونجاوبكم على الطلبات، مو الاسئلة، الطلبات. وانا بتمنى يجيني تجار فعليين مو مبتدئ. المبتدئ بياخد تعليمه من الشهر ل3 شهور، اما التاجر له نظرة، بيعرف انه باليوتيوب في فيديوهات مقنعة للبيع والشراء وتوثيقة، بجوجل في خريطة، فبيشيك علي. فهو ما بينصح المبتدئ، يعني اذا كان هو متمرس بالتجارة وما له فاضي يقعد يعلم كمان، اذا كان بلدك هو، فهو بيجي بيقمص مثل النسر مثل الصقر، بيعطينا الطلب، بيسجل، بيعطينا بياناته، بانك روح سلم هنيك، خود رعبون. فالمبتدئ، في فرق بينه وبين التاجر، المبتدئ بيقعد من السنة ل6 شهور ل3 شهور حتى يكون عنده خبرة عملية وليست نظرية، وبده ليبيع البضاعة. اذا اشتراها من على الانترنت، اذا 3 شهور لدرس سوقه ونجح فيه واستورد بضاعة، بده 3 شهور حتى يبيعها. اما التاجر مجرد ما اخذ الصور وحجزها وصارت بمخزن الشحن ببيعها قبل ما تصل على البلد. هذا الفرق بيناتهم. فبتمنى انا بالتعليقات تركزونا على التليجرام،
والمراسلة بالتليجرام أسرع من الواتساب، وتعطونا طلبات حتى نستمر معكم. أهلا وسهلا فيكم، اشتركوا معنا بالقناة عبر اليوتيوب بقرع الجرس على الكل وكبس والاشتراك بالزر الأحمر. اتركوا لنا تعليقات ولايك، لأنه بجوجل نظام الخوارزميات إذا ما عملتوا لايك وتعليق ما بيرتفع الفيديو. لا تكونوا شوي أنانية، يعني إنه حطوا لايك مشان غيركم يستفاد. أنا ما أعطي معلومات تجار، يعني ما بتتمنى إني أعطيها هالمعلومات، ليه؟ مشان ما تنزع عليهم. أما نحن نعطيكم هاي المعلومات على طبق من دهب. اعمل لايك ما بتخسر شيء، وتعليق حتى تستفاد انت واقرانك، تمام؟ واذا كنت بامريكا اترك لنا تعليق، اذا كنت بامريكا يعني كنت بالمانيا شفت الفيديو، كنت باوروبا ببلجيكا باليونان، وين ما كنت تكون عرب اوروبا، عرب المانيا، عرب امريكا، عرب كندا، اتركوا لنا تعليقات حتى نشوف وين وصل الفيديو، تستفادوا من خبرتنا، ويا ريت تشوفوا الفيديوهات اللي بنشحن فيها واللي بنصنع فيها. اكتبوا صناعة الأحذية والحقائب، شحن من اسطنبول إلى أوروبا، شحن من اسطنبول إلى ألمانيا، شحن من اسطنبول إلى أمريكا، شحن من اسطنبول إلى سلطنة عمان. هيك اعملوا سيرج باليوتيوب بتلاقي لكم بيخرج لكم الفيديوهات. شحن ماركات مثلا من اسطنبول إلى أوروبا، شحن ماركات من اسطنبول إلى سلطنة عمان، شحن من اسطنبول الى الامارات، طبعا ماركات بالاضافة للكلمة، من تركيا، حتى يخرج لكم الفيديوهات تبعاتنا اذا ما بدكم تمشوا بالتسلسل، تمام؟ اهلا وسهلا فيكم، تابعونا بقناتنا على التليجرام. انا بتمنى ترفعوا لنا القناة حتى تستفادوا. وعلى فكرة اللي حابب يبلش على الانترنت ياخذ الصور ينشرها، يعني نحن متناول ايدينا الكرستا، النعل، الاكسسوار، الاحذية، اكسسوار الحقائب. اذا ما اعطتونا ثقتنا، ثقتكم، يعني ما فينا نحن نصنع وننتج ونستمر. فبدي يكون عندكم ثقة تامة، مو تسرق المعلومات من عندي تروح تطبع مع غيري. Mm-hmm.